يعني ركبت دماغها وما جاتش معاك يعني. بكره تلاقيها هنا. ما تزعلش مني يا حسن. اللي انت عملته مش صح. انت خضت في الاعراض وغلطت في نسب، وده شيء مش هين لا عليها ولا عليا انا كمان. انا لحد دلوقتي مصدوم. حاج عليا يا حاج، انا عارف ان انا غلطت، دماغي ما كانتش فيا. الا الشرف، الا الشرف يا حسن. لو حد تاني غيرك وقال لبنتي الكلمه دي، حتى لو معاه مفاتيح كنوز الدنيا كلها، انا عمري ما كنت هرجعها له. حقك عليا يا حاج، انا غلطت. وادي راسك يا موسى زي ابويا مربيني. يا حسن، يا حسن، ده انت ابني وانت عارف انا بحبك قد ايه. يعني اقفل باب الشيطان واوعى تواربه. لا يا حاج، انا تعبان، في حاجة جوايا مش عارفها، كأن روحي بيتلقوا جوايا. أقول لك يا حسن، تعالى معايا. مش أنت لسه قايل لي دلوقتي سيبها براحتها؟ لا يا ابني، أنا مش قصدي كده. أنا عايزك تغسل روحك من جوه. إحنا كلنا، كل البني آدمين زي أي حاجة في الدنيا. ساعات كده الأيام بتلوثنا وبنبقى محتاجين نزيح تراب ذنوبنا عن قلوبنا. يمكن ساعتها تتفك عقدة لسانك. مش فاهم. تعال معايا وصدقني عمرك ما هتندم. روح فين يا حاج؟ اذكر الله يا حسن. لا إله إلا الله. ذكر الله بيزيح الهموم عن القلب. وبعدين ارمي حمولك على الله ونعم بالله. يلا حبيبي. الله.
مداد يا مداد، مداد يا مداد، يا مداد يا مداد، رسول الله مداد يا مداد. تضيق بنا الدنيا إذا غبت مو عنا، وتزهق بالأشواق أرواحنا منا. مداد يا مداد، يا مداد، يا مداد، رسول الله مداد يا مداد. مداد يا مداد، يا مداد، يا مداد، رسول الله مداد يا مداد. مداد يا مداد، يا مداد، يا مداد، رسول الله مداد يا مداد. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.